القصة، ودي حالة أنا كتبت فيها قبل كده، بتبقى في الغالب الأعم مقتبسة أو هي مقتبسة من أعمال في الخارج. كويس إنه فنانين أو مؤلفين يقتبسوا. لسه قدرتنا على، بس اعتقد يا احمد خالد توفيق ما اعتقدش ان هو كان لا بيقتبس يعني. لا لا مقتبسه وانا في مقال قادم ان شاء الله هبين هو مقتبسها منين. احمد خالد توفيق طبعا الله يرحمه كاتب كويس ومبدع في الكتابه وله عشاق كتير جدا جدا له، لكن الفكره مقتبسه. اصل لو هي مقتبسه وهو ما قالش تبقى مسروقه بقى، مش مقتبسه يعني، كلمه مقتبسه بيتقال أنا هذه القصه مقتبسه من اجاثا كريستي من حد معين، هو ما قالش. انا يعني كتبت كده، كتبت انه انا بتحرج ان انا اقول مسروقه، لانه في احيانا حاله اسمها توارد الافكار. ممكن فكره تاتي عند واحد وتاتي ذات الفكره عند شخص اخر. كنت بقرا روايه من ايميت. لا بس حضرتك بتقول انك هتعلن ايه هي العمل الغرفه 207 مسروقه منه. طبعا يعني الغرفه 207 للكاتب احمد خالد توفيق، لكن مسروقه أنا من روايه اخرى. من روايه اخرى. انا هحدد بالظبط وهكتب في المقال المصادر بتاعتي.